إذن ما نلاحظه مشاهدينا الآن أحد الشبان يتقدم إلى الخط الفاصل ويحاول وضع العلم، وتسمعون كثافة إطلاق النار على الشبان الآن. إذن أحد الشبان الآن يصل إلى الخط الفاصل والذي يعني من الصعب الوصول إليه، ويضع العلم الفلسطيني، ويبدو أنه أصيب بطلق ناري الآن من قبل الجيش الإسرائيلي، ويحاول الشبان الآن إسعاف هذا الشاب. إذن أصيب هذا الشاب، تسمعون كثافة إطلاق النار على الشبان الآن. يحاولون إسعافه وإطلاق النار بكثافة عليهم الآن. إذن لم يستطع الشبان الآن أخذه. إذن أحد الجبات الآن يحاول الإمساك بالشاب، أحد الجبات الإسرائيلية الآن يحاول الإمساك بالشاب الذي تمكن من رفع العلم الفلسطيني على السياج. وهناك هجمة من الشبان الآن في محاولة لإنقاذ هذا الشاب الذي أصيب ولازال ملقى على الجدار، ولا أحد يستطيع أن يسعفه بسبب كثافة إطلاق النار على هذا الشاب. إذا نجد العشرات الآن من الشبان يهجمون ويتقدمون إلى الخط الفاصل لمحاولة إنقاذ هذا الشاب الذي وصل إلى الجدار ووضع العلم الفلسطيني في مكان صعب الوصول إليه كما تحدثنا، والآن محاولات لإسعافه بعد إطلاق النار عليه بكثافة. إذا ينجح أحد الشبان وإطلاق النار بغزارة الآن على هؤلاء الشبان، ولكن نجحوا في النهاية في سحب هذا الشاب في ظل كثافة إطلاق النار الذي تسمعونه الآن. إذن إطلاق نار كثيف. إطلاق نار كثيف، لكن الشبان تمكنوا بشجاعة من أخذ هذا الشاب الذي حاول أحد الجبات الإسرائيلية الإمساك به. على الرغم من غزارة إطلاق النار وكثافة إطلاق النار، إلا أن الشبان تمكنوا من إسعاف هذا الشاب بكل شجاعة كما لاحظنا الآن في صورة مباشرة على الحدود الشرقية المخيم البريج. والآن الجيب يقف خالي اليدين كما يعني نلاحظ، كان يحاول أن يمسك بالشاب، لكن الشبان الفلسطينيين تمكنوا من إنقاذ هذا الشاب بكل شجاعة وبسالة على الرغم من إطلاق النار الكثيف على هذه الجبات. إذن هذا الشاب الذي وضع العلم على السياج الفاصل في منطقة يصعب الوصول إليها تقدم كما لاحظنا بكل شجاعة ووضع العلم، وقام الجيش الإسرائيلي بإطلاق النار بكثافة عليه، والآن الشبان تمكنوا أيضا بكل شجاعة من نقل هذا الشاب إلى سيارة الإسعاف، والآن هو في طريقه إلى سيارة الإسعاف.